السلام عليكم ورحمة الله. أعاد مغردون تداول مقاطع سابقة للمواطن أسامة الدغيري أشهر مدرب حيوانات مفترسة في المملكة بعد واقعة افتراس أسد للشاب عبد الرحمن البالغ من العمر 22 عاما في الرياض. وحذر مغردون الدغيري من الحيوانات المفترسة التي يربيها في منزله، كما طالبوه بأخذ العظة والعبرة مما حدث للشاب الذي افترسه أسد داخل استراحته الخاصة بالرياض وتسبب في وفاته. وجاءت تعليقات المغردين الذين حذروا الدغيري من الحيوانات المفترسة كالآتي، حيث قال مغرد: يا رب أسامة الدغيري يتعب ويؤدي الأسود التي عنده حديقة حيوان بريدة، والله يأخذ عود أسنان. ورأت مغردة: الحيوانات تغدو خاصة إذا جاعت افترست، والله ما أدري كيف يربيها. وأوضح آخر: المفروض الدولة تتدخل وتسحب الحيوانات المفترسة من بيوت الناس وتأخذها لأماكنها الخاصة. وقال آخر: أي شخص يربي حيوانات مفترسة في منزله يجب الإبلاغ عنه، هذه الحيوانات طبعها الافتراس. وغرد آخر: الطبع يغلب التطبع، طبيعة هذه الحيوانات مفترسة وعدائية، فيجب التعامل معها بحذر. صادق انت؟ قلت والله صادق هاشمر، صادق الا انت. اقول لك كسار، ما دخلنا زيتون تدلع وزي كذا، ما احبوا لك بعد الله يجزاك خير. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.